اهلا بيكو. النهارده ميعادنا نتكلم على الجزء الثاني من قصه التوث ديفلوبمنت. كنا في الجزء الاولاني اتكلمنا على البدايه بتاعه التوث ديفلوبمنت كلها. النهارده ميعادنا مع الجزء الثاني اللي هنتناول فيه الستيجز اللي فيها معظم الكلام او الكلام كله اللي ساعات يلخبط او يخلينا مش فاهمين الدنيا، لكن النهارده نقولها بطريقه مبسطه شويه في صورة قصة. عندنا ستيجز النهاردة، المراحل الكاب ستيج والايرلي بال ستيج والليت بال ستيج. خلينا اول حاجة نبدأ نفكركم بالستيجز اللي قلناها الاسبوع اللي فات، الستيجز اوف التوث ديفلوبمنت او المراحل اللي التوث ديفلوبمنت بتاعتنا كانوا اسمهم ايه. قلنا المراحل دي احنا بنقسمها according to المورفولوجي، يعني according للشكل بتاع السنة في المرحلة دي. اول شكل بتاعنا او اول الستيج عندنا بنسميها الدنتال لامينا ستيج، وعرفنا فكرتها وعرفنا الشكل بتاعها. الدنتال لامينا ستيج يتبعها ستيج فيها السنة لسه شكلها صغير شوية بنسميها البد ستيج، وعندنا ستيج اللي بعديها النهاردة هنبدأ بيها اسمها الكاب ستيج، بيبتدي الشكل يتغير الى شكل كاب، وفيما بعد الى مرحلة البل ستيج اللي عندنا فيها سب كاتيجوريز او سب ستيجز كبيرة شوية بنسميها الايرلي بل ستيج والليت بل ستيج. طيب، وعلشان نفتكر الكلام بتاعنا اللي قلناه المرة اللي فاتت، عندنا كان عندي حاجة اسمها ستوموديم او الاورال ايبيثيليوم اللي هيبقى بعد كده الاورال كافيتي، كان مكون من تو لايرز بساط جدا، حاجة اسمها اكتوديرم اللي هي فيما بعد اللي هتبقى الابيثيليوم يعني، وعندي تحتيها الكونكتيف تيشو اللي بنسميه الاسم الادق، حاجه اسمها الاكتو ميزنكايم. والاكتو ميزنكايم دي كانت عباره عن لو نفتكر الميزوديرم بالاضافه الى الخلايا اللي موجوده هنا كتيره بكثره اللي جايه من النيرفس سيستم اللي اسمها النيورال كريست سيلز. النيورال كريست سيلز دي لو فاكرين كانت هي اللي بتدي الاشاره الاولانيه، بتدي الانيشيشن بتاعنا، بتدي اشاره للخلايا البيزل بتاعه الاكتوديرم، البيزل سيلز اوف ذا اكتوديرم في مكان معين علشان تبدا تعمل بروليفريشن، يعني تكاثر، الخلايا تتكاثر يحصل لها بروليفريشن وتعمل شكل او مرحله اولانيه عامله زي الستاره سميناها الدنتال لامينا. واتفقنا ان عندي دنتال لامينا واحده لللور جو ودنتال لامينا واحده للابر جو. في كل دنتال لامينا على اليو شيب على الشكل الكبير بقى 3 دي بتاعها هيبتدي يظهر لي كور صغيره، كل كوره تمثل سنه. بقت الكوره دي او المرحله الثانيه بعد الدنتال لامينا مرحله البد ستيج، واتفقنا وقلنا قبل كده ان البد ستيج دي هنقسم المرحله كلها ونقسم الابيثيليوم كله ونتفق ان عندي ثلاث حاجات أساسية. عندي حاجة اسمها الإنامل أورجن أو الدنتال أورجن اللي هي الخلايا بتاعتي اللي هي مكملة مع الأورال إبيثيليوم أو مكملة مع الإكتوديرم وعملت الشكل بتاع البد، ده سميناه إنامل أورجن. حوالين الإنامل أورجن عبارة عن إكتوميزنكايم، في منه جزئين، دنتال بابيلا اللي هو عبارة عن تكاثر من الخلايا وشوية الفايبرز حوالين الدنتال أورجن، ويحاوط او سراوندنج كل المنطقه دي كلها حاجه اسمها الدنتال ساك او ممكن نسميها الدنتال فوليكل اللي هو عباره عن برضو تكاثر من الفايبرز بتاعه الاكتوموزنكايم علشان تحاوط القصه دي كلها. فعندي انامل اورجن والدنتال بابيلا والدنتال ساك، الثلاثه دول يمثلوا حاجه اسمها التوث جيرم لانهم مسؤولين فيما بعد عن تكوين كل حاجه في التوث بتاعتي. طيب، نكمل بقى القصة بتاعتنا. احنا وقفنا عند البد ستيج، طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ نتفرج مع بعض ونشوف. هنلاقي ان البد دي او الابيثيليوم ده بيحصل له further growth. الله، هو مين اللي هيديني الاشارة بتاعت further growth؟ يعني growth زيادة، growth جديد. هي برضو نفس الخلايا بتاعتنا اللي اسمها النيورال كريست سيلز، بتدي اشاره، بس المره دي بتدي اشاره لمين؟ بتدي اشاره للجزء بتاع الدنتال اورجن او الانامل اورجن ده. ماله؟ بتقول له تكاثر واكبر، لكن بشرط هتكبر من الاطراف بسرعه، يعني الطرف ده سريع
الطرف ده الناحية التانية سريع، انما الجزء اللي في النص بيكبر ببطء شوية. فلما الاطراف الطرفين دول يكبروا بسرعة وفي النص يكبر ببطء شوية، دي حاجة بنسميها differential growth. يعني هو بيحصل growth او بيحصل تكاثر، لكن في difference differential. differential ليه؟ لان الاطراف بسرعة انما الجزء اللي في النص بطيء شوية. ده هينتج عنه ان الشكل بتاعي هيتغير من كورة او الى من بد الى شكل عامل كده. هو الاطراف اهو بتكبر بسرعة وفي النص بيكبر بطيء شوية، فيتغير الشكل بتاعي من كورة الى شكل عامل زي البرنيطة او زي الكاب بتاعت الكاوبوي. اللي شافها تخيل ان دي عاملة زي البرنيطة بتاعت الكاوبوي وحاطط راسه هنا اهو، فالشكل اتغير الى شكل كاب، فبقت سموها الكاب ستيج. فتاني عندنا كانت مرحلة البط كبرت وبقت الكاب ستيج بتاعتنا. طب نبتدي بقى نخش جوه الكاب ستيج ونبص الدنتال اورجن ده اخباره ايه. طب الدنتال بابيلا اخبارها ايه؟ طب الدنتال ساك اخبارها ايه؟ هنبتدي نفسر كل الخلايا اللي جوه ونعرف الشكل بتاعهم والفانكشنز بتاعتهم. نبص على الكاب ستيج. اولا ناخد حته حته من الاول. ده اتفقنا ثابت معانا، ده الاكتوديرم بتاع الاورال كافيتي بتاعتنا، او بنسميه الاورال ايبيثيليوم بتاعي. ده خلاص ثابت، اللي هو كولومنر سيلز، بولي هيدرال سيلز، وفلات سيلز في الاخر. ده ثابت. ثابت معانا تاني مين؟ الجزء اللي نزل في الاول اللي هو الدنتال لامينا، مفيش مشكله. طب وبعدين بقى عندي الانامل اورجن او الدنتال اورجن شكله اتغير، بقى شكله كاب. لما شكله اتغير وكبر، الخلايا اللي جوه ما بقتش مجرد كولومنر وبولي هيدرال وخلاص، لا دي بقى ليها شكل معين. ايه الاشكال اللي عندي او ايه الخلايا اللي عندي؟ اولا هبص على الجزء الداخلي اللي هو اللي كان بيكبر ببطء شويه. هنبص على الخلايا هنلاقيها شكلها فعلا كولومنر، او ممكن نسميها كيوبويدل او طول كيوبويدل شويه. هنسمي الخلايا دي الخلايا الداخليه بكل بساطه، هنسميها انر انامل ايبيثيليوم او الانر دنتال ايبيثيليوم. ليه هي انر؟ لان هي داخليه اهو في الجزء الداخلي ده، اسمها انر انامل ايبيثيليوم. شكلها ايه؟ كولومنر، او ممكن نسميها تول كيوبويدل او الهاي كيوبويدل. طب طالما في انر يبقى الخارجيه اللي بره دي هسميها ايه؟ مظبوط، هسميها الاوتر دنتال ايبيثيليوم او الاوتر انامل ايبيثيليوم. طب الخلايا هنا شكلها ايه؟ هل هي كولومنر او الهاي كيوبويدل؟ لا، بقت لو كيوبويدل او مجرد اللي هي كيوبويدل. يبقى الشكل عندي في الانر كولومنر، في الاوتر بقى كيوبويدل بالنسبه لنا. طبعا الاوتر فيه منه جزئين، في اوتر انامل ايبيثيليوم على الناحيه دي، وفي اوتر انامل ايبيثيليوم على الناحيه التانية، اللي هما السطحين الخارجيين اللي كانوا بيكبروا بسرعه قوي. انما الجزء الداخلي اللي كان بيكبر ببطء شويه سميناه انر انامل ايبيثيليوم. طب دول سهلين. طب في النص في الجزء ده عندي شوية خلايا شكلها كده غريب شوية، هو المفروض كانوا بولي هيدرال، ايه اللي غير شكلهم بقى كده؟ هنعرف كمان شوية. اسمهم ايه الخلايا دي؟ اللي بص عليها قال لك دي عاملة زي النتورك، زي الشبكة، شبكة من النجوم، ستار شيبت. فهي ستار شيبت سيلز وكلهم متصلين ببعض عاملين زي الشبكة. هسميهم ايه؟ هسميهم حاجة اسمها ستيليت ريتيكلم. وعشان يعني نفتكر الاسم الصعب ده شويه في الاول، كلمه ريتيكولم يعني شبكه، ستيليت يعني ستار شيبت. دي باللغه اللاتينيه، معظم الاكسبريشنز او الحاجات الطبيه جايه من اللغه اللاتينيه شويه. فهو ستيليت ريتيكولم يعني شبكه من الستار شيبت سيلز. فبقى عندي الخلايا اللي موجوده في الانامل اورجن الرئيسيه، عندي حاجه اسمها الانر انامل ايبيثيليوم، اوتر انامل ايبيثيليوم، وشبكه من النجوم سميتها ستيليت ريتيكولم. ايه يا دكتور الخلايا اللي مع اللي واقفه هنا هنا اهو دي بوليهيدرال، ليه ما بقتش ستيليت؟ قال لك في بعض الاحيان بيبقى عندي بعض الخلايا ما بتتغيرش الستيليت ريتيكولم، بتفضل بوليهيدرال. ف هنعرف اسمها كمان شويه وايه الوظيفه بتاعتها في السلايد اللي بعديها. لكن نكمل بقى بعد الانامل اورجن، بقى عندي شويه خلايا سميتها الدنت بابيلا زي ما هي. لو فاكرين حوالين الانامل اورجن كان في دنت البابيلا، مجرد حجمها زاد
وطبعا بنختم بالشكل الخارجي او الفايبرز الخارجية اللي محوطة كل السنة اللي بتتكون حاليا. الفايبرز زادت الحجم بتاعها زاد، اسمها دنتال ساك او دنتال فوليكل، فضلوا برضو ايه زي ما هي. لكن نلاحظ بقى حاجة غريبة قوي، ما بين الانامل اورجن او ما بين بالذات الانر انامل ابيثيليوم والدنت البابيلا بقى في عندي مكان فاضي في الجزء ده، مكان فاضي ما فيهوش خلايا، ما فيهوش سيلز. هسميه ايه المكان الفاضي الغريب ده؟ هسميه حاجة اسمها سيل فري زون، ودي منطقة مهمة جدا جدا جدا، هنعرف تفاصيلها كمان شوية. فبقى عندي في مكان زيادة او سبيس زيادة اسمه سيل فري زون، وحتى من اسمه منطقة ما فيهاش خلايا. طب فيها ايه؟ فيها شوية فايبرز بتحب، او هي عشان نشوفها بنصبغها بستين سيلفر، سيلفر ستين، سيلفر ستين في الهيستولوجي بنسميها ارجيرو فيليك ستين، يعني ستين محبة للسيلفر ستين. فالفايبرز اللي هنا مش بشوفها عادي بالستين العادية اللي احنا بتاعتنا اللي هي تسميها الاتش ان دي، لا محتاجة سبيشال ستين اللي هي السيلفر ستين. فبنسمي الفايبرز دي ان هي ارجيلو فيليك فايبرز، يعني بتحب السيلفر عشان نقدر نشوفها بيها، اسمها ارجيلو فيليك ايه فايبرز. ده اللي موجود هنا في السيلفي زون، ما فيهوش سيلز ان فيها فايبرز اسمها ارجيرو فيليك فايبرز. فيها ايه تاني؟ ساعات ممكن تلاقي فيها البروسيس بتاعت الخلايا بتاعت الانر انامل ابيثيليوم، اكستنشن كده من الخلايا دي ممكن تنزل في السيلفري زون. فالخلاصه ان السيلفري زون دي زون او منطقه ما فيهاش خلايا. امال فيها ايه؟ فيها حاجتين، فيها فايبرز بنسميها ارجيرو فيليك فايبرز، وفيها ساعات اكستنشن او بروسيس بتاعت الخلايا بتاعت الانر انامل ابيثيليوم. طب ليها فانكشن، ليها اهميه؟ اه كمان شويه هنعرف المنطقه دي اللي هي السيل فري زون بيحصل فيها بعض الاحداث المهمه الضروريه جدا علشان نقدر نكون السنه فيما بعد. طيب العقدتين بقى او بقايا البوليهيدرال سيلز اللي ما تحولوش الى ستيليت ريتيكولم هنسميهم ايه؟ سنهم انامل نوت والانامل كورت. طب دول عبارة عن ايه؟ والله دول عبارة عن بوليهيدرال سيلز كانوا فعلا موجودين لكن ما تحولوش لستيليت ريتيكولم. الله، هو البوليهيدرال اصلا ازاي اتحول للستيليت ريتيكولم ده؟ نبص مع بعض. الاصل بتاعنا عندي خلايا بوليهيدرال كتيرة، تمام، ما بينهم الجزء ده الجزء ده والجزء ده، كل ده عبارة عن شوية نيوتريشن بنسميها ميوكو بوليساكرايت، سائل، يعني هو عبارة عن شوية سائل في شوية نيوتريشن بنسميها ميوكو بوليساكرايت. النيوتريشن ده بيغذي مين؟ بيغذي كل الخلايا اللي موجودة دلوقتي في المرحلة دي، بيغذي البوليهيدرال سيلز، بيغذي الانر انامل ابيثيليوم، بيغذي الاوتر انامل ابيثيليوم. فانا محتاج تغذية كبيرة شوية، محتاج تغذية اكتر. طب ايه اللي بيحصل؟ المسافات اللي فيها الميوكوبوليساكرايد الليكويد بيزيد. لما الليكويد ده والليكويد ده والليكويد ده والليكويد ده، كل الليكويد ده او كل الميوكوبوليساكرايد ده بيزيد علشان يغذي اكتر، طب هو عايز مساحة، يعمل ايه؟ يبتدي يضغط على الخلايا، يضغط على الخلايا، يضغط عليها بالمنظر ده. هو اهو كبر فضغط على الخلايا، ضغط على الخلايا، الله، ابتدى الشكل بدل ما هو راوندد او بوليهيدرال يتغير شويه. طب النيوتريشن ده هيزيد تاني، يزيد 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 لحد ما نوصل ان البوليهيدرال سيلز دي اتحول شكلها الى شكل ستيليت او شكل ستار شيب. فبقى عندي سيلز كتيره كانوا كلهم بوليهيدرال اتغير شكلهم الى ستار شيبت، وكلهم متصلين ببعض، ماسكين ببعض في حاجه بنسميها الديزموزومز. فبالتالي كلهم ماسكين في بعض كويس قوي ديزموزوم، كل واحده كل خليه طالع منها اكستنشن ماسكه في خليه تانية، اكستنشن في خليه تانية، وهكذا. فالشكل عندي اوفر اول تحس اكنها شبكه من النجوم، عشان كده سموها الستيليت ريتيكولم سيلز. طب ايه الوظيفه بتاعت المكان ده بتاعت الستيليت ريتيكولم سيلز دي؟ قال لك والله من ضمن الفانكشنز المهمه بتاعتها ان هنا في ستورج اهو، في المخزن بتاع النيوتريشن،
احنا عارفين قلنا من شويه ده النيوتريشن بتاعنا، فده مخزن بتاع نيوتريشن موجود ان بتوين الستيليت ريتيكولم سيلز. طب ايه تاني؟ قال لك لا ده كمان كل الخلايا دي مع الميوكوبوليسكرايد الموجود مش مجرد نيوتريشن، لا ده كمان بيأكت از اكوشن او زي المخده، يستحمل الضغط، يستحمل اي فورس ممكن تيجي، هو يمتص الفورس، بنسميها شوك ابزوربر، بيمتص كل الفورسز بتاعتنا نتيجه ان هو عندها ليكويد كتير وان هي تقدر تستحمل ايه اي فورس بتاعتنا. ودي بقت المين فانكشن اوف الاستليت ريتيكولم بتوعنا، نيوتريشن اند شوك ابزوربنج. فبالتالي الشكل بتاعنا فعلا ان معظم الخلايا البوليهيدرال لما زاد النيوتريشن اتحول شكلها الى شكل الاستليت ريتيكولم. امال ايه حكايه بقى الحته اللي سميناها هنا الانامل نوت والانامل كورد؟ قال لك في بعض الخلايا ما بتتحولش الاستليت ريتيكولم، ما فيش هنا نيوتريشن بيكون، لا احنا هنا كل نيوتريشن بسيط قوي. فبيعمل حاجتين، عقده من الخلايا البوليهيدرال لكنها كده حاجه يعني ملفوفه كده حوالين نفسها، وخيط او ستراند من البوليهيدرال سيلز، سموهم ايه؟ انامل نوت العقده اللي تحت دي، او الانامل كورد اللي هي الخيط الطويل ده. الله، طب ايه حكايه الانامل نوت والانامل كورد؟ دول ايه وظيفتهم؟ ايه الفانكشن بتاعتهم؟ والله الاقاويل تضاربت، هتلاقي كذا حد يقول لك كذا كلام مختلف. في يقول لك دول ما لهمش اي فانكشن خالص، دول هينتهوا مع المرحله اللي بعديها اللي هي البال ستيج، فهم ما لهمش فانكشن. وفي بعض الناس يقول لك لا هم هم كده كده هيختفوا، لكن هم مهمين علشان هيبتدوا يقسموا الانامل اورجن لجزئين، جزء هنا وجزء هنا، بحيث ده ممكن يبقى كسب فيما بعد وده كسب تاني فيما بعد، فليها فانكشن لكن برضه هتختفي في المرحله اللي بعديها. فبالتالي هي ملهاش فانكشن معينه يعني متفقين عليها، لكن نقدر نقول ان هي temporary structures، يعني هي حاجات مؤقته، يعني هتكون موجوده في الستيج دي اللي هي الكاب ستيج، وهتختفي 100% هتختفي في الستيج اللي بعديها. طب انا ممكن الاقي كاب ستيج ما فيهوش انامل نوت وكورد؟ ممكن، فهي بالتالي ممكن تكون موجوده وممكن لا، لكن في كل الاحوال حتى لو هي موجوده هي هتختفي فيما بعد في المرحله اللي بعديها. دي الانامل نوت والانامل كورد. طيب اختفاء الانامل نوت او الانامل كورد، قلنا ساعات في بعض النظريات بتقول ان هي بتساهم في تكوين كاسبس او البريمولرز والمولرز بالذات، فيعني بيبقى في انامل نوت برايمري وفي سكندري انامل نوت، لكن الكلام ده كله مش يعني مفيهوش دقه قوي، لكن هي زي الشكل ده ان هي بتساعد ان هي تقسم الانامل اورجن بحيث ان هو يبقى فيه كاسب والتاني والتالت وهكذا، يبقى يدي شكل بتاع المولر بتاعنا سواء كان 4 كاسبس او 5 كاسبس زي اللور 6، بيكون موجود اكتر في الانامل نوت سواء برايمري او السكندري انامل نوت عشان يدينا كاسبس زياده. لكن زي ما اتفقنا في كل الاحوال وجودها لو ليه فانكشن او ملوش فانكشن هو هيختفي في المرحله اللي بعديها. وده الشكل النهائي بتاع الكاب ستيج بكل التفاصيل احنا بنرسمها في العمل بتاعنا في البراكتيكال. ده الشكل بتاعنا، اورال ايبيثيليوم، دنت اللامينا، انر انامل ايبيثيليوم، اوتر انامل ايبيثيليوم، ستيليت ريتيكولم، انامل نوت، انامل كورد، عندي دنتال بابيلا ومحاوطه دنتال ساك، واتفقنا ان عندي منطقه ما فيهاش خلايا فاضيه ما بين الدنتال بابيلا والانر انامل ايبيثيليوم اسمها السيل فري زون. قبل ما انقل على المرحله اللي بعديها نلاحظ حاجه صغيره قوي، ما بين الدنتال لامينا وبين الانامل اورجن الكونكشن اللي بينهم، الحته اللي هي الفاصل اللي ما بينهم ده، الكونكشن دي ليها وصف لازم نبقى عارفينه عشان ده هيتغير في المرحله اللي بعديها. الوصف بتاعنا بنقول ان هو برود يعني عريض، وشورت يعني مفيش كونكشن، مفيش يعني حته مسافه كبيره، هي شورت اند برود كونكشن بتوين الدنتال لامينا والانامل اورجن بتاعنا. طيب نيجي دلوقتي بقى لجزء مهم جدا 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 جدا. هناخد الجزئيه اللي هي اللي عليها الدايره دي وهنكبرها قوي. طيب قبل ما نكبرها نبص احنا هنا عندنا ايه؟
عندنا الخلايا بتاعت الانر انامل ابيثيليوم، عندنا سيل فري زون، وعندنا الدنتال بابيلا. طيب نكبر بقى المنطقه دي ونبتدي نبص عليها ايه بشويه كده. طيب تاني كده، وانا كبرت انر انامل ابيثيليوم، السيلز بتاعتها الكولومنر العاديه دي، السيل فري زون والدنتال بابيلا. نبص الاول على الخليه دي الكولومنر سيل دي بتاعت الانر دنتال ابيثيليوم، اللي موجود جواها عندي شويه اورجانيلز معروفه وعاديه، لكن نخلي بالنا من ترتيبهم او شكلهم. عندي نيوكليوس، النيوكليوس موجوده عادي كده نعتبرها بيزل او سنترد، حواليها في الباور هاوس بتاعي او اللي بيديني الطاقه اللي هي الميتوكوندريا، وعندي السنتريولز المسؤوله عن السيل ديفيجن، المسؤوله عن الخليه الجروث بتاعها، وعندي الجولجي اباريتس بالمنظر ده. طبعا الجولجي اباريتس مسؤوله عن الكربوهيدرات والباكجنج بتاعها والقصه بتاعت الاورجانيلز دي. المهم عندي ايه؟ عندي مرحله اسمها اندكشن، او عندي حدث مهم جدا اسمه الاندكشن. ايه الاندكشن ده؟ هنحكي القصه بتاعته دلوقتي. ايه اللي بيحصل؟ انا عندي الخلايا الانر انامل ابيثيليوم دي، وعندي سيل فري زون. السيل فري زون ده منطقه ما فيهاش خلايا. طيب الانر انامل ابيثيليوم بتبدا الخليه دي بتحضر نفسها، بتعد نفسها علشان فيما بعد هيبقى ليها دور وليها مصنع وليها برودكشن مهم جدا جدا جدا. طب هتبتدي تعمل ايه؟ هتبتدي تكبر او تبتدي تطول علشان تاخد قوة اكتر، او عشان تاخد مساحة اكبر تقدر تشتغل وتصنع اللي هي عايزاه. طب لما تطول اما تكبر على حساب مين؟ على حساب الجزء اللي فاضي تحتها اسمه السيل فري زون. فهتلاقي ابتدت يحصل لها elongation، لكن elongation ده على حساب مين؟ على حساب السيل فري زون. وهنلاحظ حاجة، هنلاحظ ان البيزمنت ممبرين ابتدى يتخن شوية. التخن ده او السمك بتاع البيزمنت ممبرين ده برضو في الهيستولوجي او في علم الهيستولوجي بيعتبروه ان ده استعداد لفانكشن او استعداد لبرودكشن، وبنسمي الممبرين دي ساعتها بري ممبرينا بري فورماتيفا او ممبرينا بري فورماتيفا. يعني ايه ممبرينا بري فورماتيفا؟ يعني الممبرين بيفور فورميشن، خلاص هيحصل فورميشن ده حاجه، فبنسميها تاني ممبرينا، ممبرين يعني بري فورماتيفا. طيب الخليه طولت، بدل ما كانت كولومنر هسميها بقت طول كولومنر، طول كولومنر طولت حلو، وبقى عندي ممبرينا بري فورماتيفا. طب بالنسبه للحاجات اللي جوه، النيوكليوس مع الميتوكوندريا بقوا في الايبكس بتاع الخليه، ابتدوا يبقوا فوق. طب الجزء البيزل بقى عندي السنتريولز والجولجي اباريتس. وخدها قاعده عامه في الهيستولوجي، النيوكليوس موجوده في جهه، يبقى النيوكليوس دي عامله زي المخ، علشان الجهه الناحيه الثانيه هتعمل فورميشن. يبقى تاني كده اهو، الخليه دي بتعد نفسها، بتوضب نفسها علشان فيما بعد هتكون حاجه مهمه جدا، فورميشن لحاجه مهمه جدا. طيب عشان تعد نفسها حصل ايه؟ حصل كذا تغيير. اولا بقت طويله، بقت طول كولومنر. ثانيا البيزمنت ممبرين اللي عليها بقى تخين، سميناها ممبرينا بري فورماتيفا. ثالثا الاورجانيلز اللي جوه اتوضبت بشكل معين، حصل شيفتنج في الاورجانيلز بتاعنا، ريفرس اوف بولاريتي، بدل ما النيوكليوس كان في البيزل سايد لا بقى في الايبكس مع الميتوكوندريا، والسنتريول والجولجي ابريتس بدل ما كانوا في الايبكس بقى عند البيز. الشيفت في الترتيب ده، التغيير في الترتيب ده علشان يخلي النيوكليوس والميتوكوندريا الباور هاوس بتاعنا موجوده في ناحيه، والنيوكليوس تدي اوردرز بحيث يحصل فورميشن فيما بعد في المكان البيزل ده. بنسمي تغيير في الاورجانيلز ده ريفرس اوف بولاريتي، يعني اللي تحت بقى فوق واللي فوق بقى تحت، حصل شيفت في الموضوع بتاعنا. لحد كده ماشي. السيل فري زون اختفت وجي مكانها التول كولومنر سيل بتاعت الانر انامل ابيثيليوم. طب لما حصل الالونجيشن دي، الخليه دي
خبطت او عملت تاتش او عملت كونتاكت مع بعض الخلايا اللي موجوده في الدنتال بابيلا، بعض الخلايا اللي هي دي اللي هي كل شويه نجيب سيرتها، اللي هي اسمها النيورال كريست سيلز، او ممكن نطلق عليها اندفرنشيتد ميزينكايمال سيلز. لما حصل الكونتاكت دي تبدا الخلايا الاندفرنشيتد ميزينكايمال سيلز دي لسه عايزه تحصل لها ديفرنشيشن، هتتحول يحصل لها ديفرنشيشن لخليه تقعد تكبر 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 لحد ما تكون خلية جديدة سميتها خلية مشهورة جدا اسمها أودونتو بلاست. وهو ده الاندكشن. يعني الاندكشن بصفة عامة خلاصة بتاعته عبارة عن ايه؟ عبارة عن ديفرنشيشن او التحول بتاع الخلايا اسمها النيورال كريست سيلز او الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز اللي موجودة في الدنتال بابيلا تحولت الى أودونتو بلاست. طب ايه اللي خلاها تتحول؟ مين اللي اثر فيها؟ اللي اثر فيها الخلايا بتاعت الانر دنتال ابيثيليوم لما طولت واخدت مكان السيل فري زون، عملت كونتاكت مع الخليه دي فتحولت الى اودونتو بلاست. دي اسمها الاندكشن. فالاندكشن مينز ذا ديفرنشيشن اوف الاندفرنشيتد ميزنكايمال سيلز اللي موجوده في الدنتال بابيلا اتحولت الى اودونتو بلاست اندر ذا انفلوينس او تحت تاثير الانر دنتال ابيثيليوم. لكن لسه ما حصلش فورميشن، ما حصلش تكوين لاي حاجه، مجرد خلايا بتتوضب وخلايا بتتكون. بنوضب الانر انامل ابيثيليوم بيوضب نفسه، والاودونتو بلاست بقى جديد موجود عندي. في نفس الوقت بيظهر عندي خليه جديده لازقه او ماسكه في الراس بتاعت الانر انامل ابيثيليوم، خليه فلات موجودة في المكان ده شكلها كده هو، بنسميها stratum intermedium. ونعرف دلوقتي ايه هي الفانكشن بتاعتها وايه الجوب بتاعتها. الاندكشن دي اول ما تحصل تعرف ان احنا انتقلنا او اتغيرنا من الكاب ستيج الى مرحلة بعديها بنسميها الايرلي بل ستيج. ده الشكل بتاع الكاب بتاعنا. وتاني للمرة التانية هيحصل differential growth. يعني differential growth يعني الخلايا اللي على الأطراف هنا وهنا هتكبر بسرعة أو بريت سريع، إنما الخلايا اللي في النص هتكبر بريت أقل، فيتغير الشكل بتاعي من شكل الكاب إلى شكل الجرز أو بنسميها البل ستيج. ونلاحظ بقى إن ابتدى يبان شكل السن عندي، خلاص بقى عندي شكل سنة. فأول حاجة نعرفها إن البل ستيج أو إيرلي بل ستيج ابتدى شكل السنة يوضح. ده شكله بقى والله ده سنة انتيرير بريمولر مولر، خلاص اتحددنا شكل السنة في المرحلة دي في الإيرلي بل ستيج. طب في البد وفي الكاب لا، الشكل يعني مش موضح هيبقى مولر بريمولر، لا لسه مفيش شكل. إنما هنا في الايرلي بال ستيج بقى عندي شكل السنه ايه موجود. دي اول حاجه لاحظتها. تاني حاجه لاحظتها، فاكرين الكونكشن؟ الكونكشن في الكاب ستيج كانت شورت وبرود، طب هنا لا بقت لونج طولت اهي وبقت ارفع شويه، لونج اند ثين طويله ورفيعه الكونكشن دي. طيب نخش جوه في الانامل اورجن بتاعنا، حصل تغييرات؟ اه حصل تغييرات. نبص عليها، ده الشكل بتاعنا. ايه اللي حصل جوه في الانامل اورجن؟ هنمشي واحده واحده. الانر انامل ابيثيليوم موجود وعادي زي ما هو، ولكن الجزء اللي عند الانسايزال ايدج او عند الكاسب تيب بقى شكل الانر انامل ابيثيليوم زي ما اتفقنا من شويه بقى طول كولومنر، طول بقى طول كولومنر. طب الاوتر انامل ابيثيليوم احنا والله كنا في المرحله السابقه كيوبويدل، بقت برضو كيوبويدل بس قصيره نسميها لو كيوبويدل. فالانر انامل ابيثيليوم بقى طول كولومنر، الاوتر انامل ابيثيليوم بقى لو كيوبويدل. طب الخلايا دي زي ما هي اسمها ايه؟ ستيليت ريتيكولم، لكن المسافات زادت، النيوتريشن زاد وكبر، فالخلايا بقت ايه؟ متباعده عن بعض شويه، لكن ما زال اسمها ايه؟ ستيليت ريتيكولم.
وعندي مجموعة خلايا جديدة قلتها من شوية اللي اسمها الستراتم انترميديوم، دي عبارة عن خلايا فلات وموجودة فوق الانر انامل ابيثيليوم، ودي ليها فانكشن مهمة جدا 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 جدا، ان هي جواها انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز. انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، اول ما تسمع الكالاين فوسفاتيز يروح دماغك على طول لحاجة كالسيفايد. ليه؟ لان الانزيم اللي موجود في الاستراتا انترميديوم اللي اسمه الكالاين فوسفاتيز ده مسؤول عن الكالسيفيكيشن اوف انامل فيما بعد. يبقى المرحلة دي early bell stage، عندي inner enamel epithelium، عندي outer enamel epithelium، عندي stellate reticulum، وزاد عندي خلية جديدة اسمها stratum intermedium اللي فيها الانزيم اسمه alkaline phosphatase المهم في الكالسيفيكيشن اوف enamel فيما بعد. طيب نطلع لبره، عندي dental papilla زي ما احنا بس الحجم بتاعها كبر، الدنتال ساك برضه زي ما احنا لكن حجمها والفايبرز كتر شويه كبروتكشن لكل السنه بتاعتي، وزي ما اتفقنا ان حصل اندكشن ونتج عنه تكوين خليه جديده جوه في الدنت البابيلا اللي اسمها اودونتو بلاست. يجي حد يقول يا دكتور بس معلش، والاودونتو بلاست موجوده في الجزء ده بس، ليه ما كملتش في بقيه السنه بتاعتي؟ هنتفق على حاجه، ان السنة مش كلها مرة واحدة تتحول من ايرلي الى كاب. امال ايه؟ لا، ده بيبدأ من عند الانسايزل ايدج والكاسب تيب وبيقعد يحصل تغيير 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 تغيير، وده لسه ما حصلوش لكن هيحصل ان شاء الله مع الوقت. لكن هنا مرحلة الجزء بتاع الكاسب تيب او الانسايزل ايدج بدأ فيه اكني في الايرلي بال ستيج جديدة، والمرحله دي او المكان ده اكنه لسه في الكاب ستيج. يعني لسه في الكاب ستيج يعني لسه الكولومنر سيلز كولومنر عاديه مش طول كولومنر، ولسه في سيل فري زون ومفيش اودونتو بلاست. طب هيحصل امتى؟ بعد شويه، هنا هيخلص هيخش في اللي بعديه هيخش في اللي بعديه هيخش في بعديه لحد ما كله هيتحول الى ايرلي بال ستيج. تمام، فبالتالي دي مرحله الايرلي بال ستيج بالخلايا بتاعتهم بالشكل بتاعها، وبالخلية الجديدة اسمها stratum intermedium، وبخلية جديدة اسمها odonto blast، وبقى عندي شكل للسنة واضح وصريح واقدر احدد شكل السنة بتاعي. طيب نيجي بقى لشكل السنة، هو مين اللي حدد شكل السنة؟ اللي حددها او اللي تشكل عليها هو الخلايا دي، الخلايا دي اللي اسمها ايه؟ الـ inner enamel epithelium. فمن ضمن الفانكشنز اوف الانر انامل ابيثيليوم ان هي سبيسيفاي او اللي هي اللي بتحدد او هي بتترصص بتاخد الباترن بتاع شكل السنه، فده من ضمن الفانكشنز اوف الانر انامل ابيثيليوم. طيب لحد ده انا في الايرلي بيل ستيج، وهنمشي تاني نبص على الاحداث اللي حصلت واللي هتحصل. ايه اللي حصل تاني؟ لو فاكرين انا انتهيت في الاندكشن عند المرحله دي. ايه المرحله دي؟ ان الانر انامل ثيليوم بقى طويل والسيل فري زون اختفت وبقى عندي خلايا اسمها ايه؟ اودونتو بلاست. وخلينا متفقين ان اودونتو بلاست الكلمه دي اكنها نصين، نص بلاست، بلاست يعني فورميشن، واودونتو يعني دنتين. ف اودونتو بلاست يعني خليه مسؤوله عن فورميشن اوف دينتين، كلمة بلاست يعني فورميشن، اودونتو دينتين فهيسميها اودونتو بلاست. فيلا بينا، بقى عندي خلية اسمها اودونتو بلاست، فيلا بينا هتكون خلية، هتكون لير بنسميها البري دينتين. يعني ايه بري دينتين؟ يعني هو دينتين بس لسه سوفت، لسه مش كالسيفايد، فبسميه بري دينتين، لسه هيحصل له كالسيفيكيشن كمان شوية. لكن المهم عندي ان اول حاجة بتتكون بقى خلاص بنسميها بريدنتين، الدنتين بس لسه صفت شوي. طب البريدين الصفت ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له كالسيفيكيشن ويبقى دنتين. فبالتالي المرحلة اللي بعديها هتلاقي ان الاودونتو بلاست اللي عمل البريدنتين هيبتدي يكون بريدنتين جديد، والبريدنتين القديم هيتحول الى دنتين، اللي حوله بقى كالسيفايد.
ده هناخده في شابتر لوحده اسمه دينتين ازاي حصل له كالسيفيكيشن. لكن الفكره عندي البري دينتين يتحول الى دينتين خلاص بقى كالسيفايد وبقى هارد تيشو، وهنكون بري دينتين جديد هيحصل له هو كمان كالسيفيكيشن يبقى دينتين، وبعد كده نكون بري دينتين جديد وهكذا 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 لحد ما كل الدينتين بتاعي يخلص. فبالتالي اول هارد تيشو اتكون في السنه وبقى كالسيفايد هو مين؟ هو الدينتين، مش انامل، مش سمنتم، مش اي حاجه تانية، هو مين؟ الدينتين. يبقى اول هارد تيشو اتكون في السن هو الدينتين، وطبعا مين اللي عمله؟ هو الخليه اللي اسمها الاودونتو بلاست. طب بالنسبه للخليه اللي هي قاعده مستعديه دي وقاعده تكبر وسنتريولز ونيوكليوس والجولجي وكل الحاجات دي كلها مالها؟ هي اسمها انر انامل ايبيثيليوم. لكن اول ما تشوف ان في دينتين اتكون من الاودونتوبلاست وبقى موجود، هي كمان يحصل لها غيره، هي كمان تتضايق، وليش معنى الاودونتوبلاست يعني عمل الدينتين؟ انا كمان عايز اعمل فورميشن، واعمل فورميشن لحاجه اقوى من الدينتين. هو في اقوى من الدينتين؟ الاقوى من الدينتين هو الانامل. فبالظبط صح، هتيجي الخليه دي القويه الكبيره دي هتعمل فورميشن، قلنا الحاجه مهمه جدا 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 اسمها الانامل. وبرضه نفس الفكره، الانامل في الاول بيبقى انامل ماتريكس يعني انامل سوفت، وفيما بعد بيحصل له كالسيفيكيشن. مين اللي هيساعد في الكالسيفيكيشن بتاعه؟ لو فاكرين الخليه اللي اسمها الاستراتم انترميديوم اللي كان فيها انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز هيحول الانامل ماتريكس انتو انامل. العمليه دي اللي نتج عنها تكوين دينتين وفيما بعد الخليه دي عملت انامل ماتريكس، حاجه بنسميها رد الاندكشن او عكس الاندكشن، بنسميها ريسيبروكال اندكشن. يعني كان في اندكشن وهنا بقينا ريسيبروكال اندكشن اللي نتج عنها الخليه اللي عملت انامل، بغير بس اسمها، بسميها بقى ساعتها ايه؟ اميلو بلاست. وتاني بلاست يعني فورميشن، اميلو يعني انامل، فهي مسؤولة عن تكوين الانامل، انامل فورميشن اميلو بلاست. وبقية الحاجات عندي انامل ماتريكس ده اللي بيكون له اميلو بلاست في الاول، وعندي الدنتين والبريدنتين اللي عملهم خلية مهمة جدا اسمها ايه؟ الاودونتو بلاست. فبالتالي كترتيب عندي الاودونتوبلاست كان موجود في الاندكشن، بعد كده ابتدى يكون بريدنتين ودنتين، نتج عن تكوين الدنتين رد من الخليه اللي اسمها الاميل بلاست عشان يعمل لي الانامل ماتريكس. دي حاجه اسمها ريسيبروكال اندكشن. يبقى الريسيبروكال اندكشن اللي هو كونت اميلو بلاست نتيجه تكوين الدنتين، فالدنتين حفز الاميلو بلاست ان يكون انامل، دي اسمها التحفيز العكسي او اسمها الريسيبروكال اندكشن. طب دي بتحصل في انهي ستيج، في انهي مرحله؟ مرحله اللي اسمها الليت بل ستيج. يبقى الايرلي بل ستيج كان فيها اندكشن لكن بدون تكوين اي حاجه هارد، ولا دينتين ولا انامل ولا اي حاجه خالص. طب ايه اللي هيحصل؟ لا، ده الليت بال ستيج السن هتكبر اكتر، هتنفصل عن الدنت اللامنة، ونبص مع بعض اهو تكوين الليت بال ستيج، انفصلت عن الدنت اللامنة. الانفصال عن الدنت اللامنة نتج عنها ريمننتس او بقايا اسمها epithelial rests of serous. طب دي ممكن تعمل حاجه، ممكن ما تعملش حاجه خالص، تفضل موجوده، ممكن يحصل لها ريزوبشن تروح خالص، او ممكن تعمل سيست فيما بعد. سيست يعني زي كيس دهني او حاجه، دي اسمها الابيثيليال ريست اوف سيرس، جت نتيجه القطع بتاعه الدنت اللامنه، انفصال السنه او التوث عن الدنت اللامنه. انفصال ده القطعه دي نتج عنها ابيثيليال ريست اوف سيرس. طب جوه في الانامل اورجن نيجي نبص مع بعض تاني، اتفقنا ان حصل حاجه اسمها ريسيبروكال اندكشن. يعني تاني ده اندكشن حصل في الايرلي بال ستيج، خلاص دي حصلت في الايرلي بال ستيج وخلصنا. طب ايه اللي هيحصل في الليت بال ستيج؟ حاجه اسمها ريسيبروكال اندكشن.
تاني الاودونتوبلاست هتكون بريدنتين واللي هيتحول الى دنتين فيما بعد بالكالسيفيكيشن، ردا عليه الخليه اللي قاعده مستنيه دي اللي بتحضر نفسها اللي اسمها الاميلوبلاست تبدا تكون لاير جديده اسمها الانامل ماتريكس اللي فيما بعد هيبقى الكالسيفايد انامل بتاعنا. دي بتحصل في الليت بل ستيج، وزي ما اتفقنا ده كان الايرلي بل ستيج. كل التغييرات او كل الاحداث الجديده بتبدا عند الكسب تيب او الانسايزر ايدج وتبدا تنزل على السيرفايكال بارت بتاعنا لحد ما الشكل يتغير الى الليت بل ستيج. وهنا هنلاقي في شويه تغيرات حصلت، قلنا اولها قطع في الكونكشن بتاع الدنتال لامينا مع السنه نتج عنها ابيثيليال ريست اوف سيرس. ماشي، عندي الاورال ابيثيليوم زي ما هو، عندي الدنتال لامينا زي ما هي، وبدات تكون نقول البد بتاعت السنه السكسيسور. فدي ممكن نسمي الدنتال لامينا دي سكسيشنال دنتال لامينا. يعني ايه سكسيشنال دنتال لامينا؟ يعني دنتال لامينا بتاعت السكسيسور، ما خلاص هي خلصت الديسيدوس وبتخش في السكسيسور. دي حاجه. اللي بعده نبص بقى على الانامل اورجانيز في الترتيب بتاعنا. دايما بنتكلم هنا انر انامل ابيثيليوم، دول بقى اسمهم اميلوبلاست. كل الخلايا دي غيرت اسمها بقى اسمها اميلوبلاست، والاميلوبلاست ده كون لي انامل ماتريكس واللي جزء منه هيبقى كالسيفايد هسميه الانامل، وهنا انامل سبيس يعني سبيس لان هو الانامل حصل له كالسيفيكيشن، لكن اثناء تحضير الجزء ده بنلاقي السبيس ده او الكالسيوم ده اتاخد فبقى سبيس. طيب الاستيليت ريتيكولم الخلايا اللي شبه النجوم ما زالت موجوده لكن اكثر تباعدا، بقت في مسافات بينهم كبيره. وعندي الخلية الجديده اللي اسمها الستراتوم انترميديوم اللي بتساعد في الكالسيفيكيشن زي ما اتفقنا خلاص. وعندي الاوتر انامل ابيثيليوم شكلها بقى عامل كده اهو، كده اهو اللي هو ازاي بقى شكلها فلات، خليه بقت فلات خالص ومعرجه طالعه ونازله طالعه ونازله طالعه ونازله كتير قوي. طب ايه بقى الفايده بتاعت ان الاوتر انامل ابيثيليوم يبقى يعني فلات سيل كده قوي وطالع ونازل؟ اولا طالع ونازل دي دايما تبقى ليها علاقه بالسيرفس اريا، يعني كل ما نطلع وننزل كتير نطلع وننزل كتير انا زودت سيرفس اريا. ماشي، انا زودت سيرفس اريا والخلايا بقت فلات قوي رفيعه جدا. طب ايه لازمتها ازود سيرفس اريا والخلايا تبقى فلات؟ قال بص بقى النيوتريشن الاميلوبلاست والستراتم والستليت بيجيبوه، كانوا بيجيبوه زمان منين؟ كانوا بيجيبوه من الدنتال بابيلا وبيوصل لهم ويخش لهم عادي. طب دلوقتي لو حاول الدنتال بابيلا يدخل نيوتريشن او يوصل نيوتريشن للخلايا دي هيلاقي قدامه ايه؟ هيلاقي قدامه دنتين وانامل وحاجات هارد قفلت الطريق تماما ان اي نيوتريشن يخش من البابيلا على الخلايا. فتضطر الخلايا يجي لها نيوتريشن من مكان تاني من بره. من بره من مين؟ من الدنتال ساك. يبقى الدنتال ساك دلوقتي هتدخل نيوتريشن من خلال البلاد فيسلز الكتيره اللي فيها الى الخلايا اللي جوه دي. طب مين البوابه بتاعتي؟ مين اللي بيتحكم؟ هو الاوتر انامل ابيثيليوم. السيرفس اريا يزيد فالنيوتريشن نقدر ندخل اكتر، وهي فلات سيلز فالنيوتريشن مش بيعدي على خليه كبيره عشان يوصل، لا ده مجرد كده بوابه تفتح تدخل الاكل وهوبا خلاص تقفل تاني. فدي الاوتر انامل ابيثيليوم ليه الشكل بتاعها بقى كده في الليت بل ستيج. تاني حاجه نلاحظها في الليت بل ستيج طبعا، ودي اكبر حاجه واهم حاجه، ان بقى عندي تكوين لهارد تيشوز. وطبعا اتفقنا ان اول هارد تيشو هيكون هو الدنتين بتاعنا ويليه الانامل او الانامل ماتريكس واللي هيبقى كده انامل كالسيفايد عادي. دي مرحله الليت بل ستيج بكل التفاصيل والشكل بتاعها والرسومات، واحنا ما كده هنعمل فيديو لوحده مخصوص للرسومات ونفسر كل حاجه ازاي نرسمها وازاي نعملها والليبلز والحاجات دي كلها، لكن خلينا النهارده بنتكلم على الشرح بتاعنا بتاعت الاحداث كلها.
الليت بال ستيج ده برضو يعني شكل كده ليها تاني، رسمة تانية ليها، هي آخر مرحلة عندي في تكوين السنين. لكن زي ما اتفقنا احنا المراحل بتاعتنا كانت اكوردنج للمورفولوجي، قسمناها دنت اللامينا، بود ستيج، الكاب ستيج، والايرلي بال ستيج والليت بال ستيج. دي كلها اكوردنج للشكل، اكوردنج تو المورفولوجي. ليه؟ ان انا عندي هقسم نفس الاحداث لكن اكوردنج تو الهيستوفيسيولوجي، يعني اكوردنج للاحداث اللي جوه، مش للشكل، مش الشكل بس مجرد الخارجي، لا الاحداث اللي بتبدا او الاحداث اللي بتحصل. طب ايه الاحداث اللي عندي؟ اول حاجه عندي انيشيشن، البدايه بتاعتي، بعد كده بروليفريشن، التكاثر بتاعي، وبعد كده هيستو ديفرنشيشن، شويه خلايا بتتكون بيحصل لها ديفرنشيشن، ومورفو ديفرنشيشن، الشكل ابتدى يتغير، والابوزيشن او اللي هو التكوين بتاع السنه بتاعتي او تكوين الهارد تيشو بتاعي. طب دول يمثلوا ايه في القصه اللي انا قلتها؟ انيشيشن ممثله في اول حاجه خالص، الدنتا اللامينا والبات ستيج، دي البدايه بتاعتي. في كلمه انيشيشن يعني البدايه، متمثله في الدنتا اللامينا والبات ستيج. طب فيما بعد البروليفريشن، لا دي متمثله في كل المراحل لحد الهارد تيشو فورميشن، يعني دنت اللامينا، البود ستيج، الكاب ستيج، والايرلي بال ستيج، دول كلهم بروليفريشن بيحصل فيهم تكاثر والسنه او الشكل بتاعي قاعد بيكبر. وبعد كده الهيستو ديفرنشيشن، يعني هيستو ديفرنشيشن عندي خلايا جديده تتكون، عندي لايرز جديده بتتكون، دي متمثله في الايرلي بال ستيج وفي الليت بال ستيج، اللي هو ينتج عنها تكوين الستراتم انترميديوم، الاودونتو بلاست، والامير بلاست، دي كلها خلايا جديده فنسميها هيستو ديفرنشيشن. طب ماذا عن تغيير في الشكل؟ سميناه مورفو ديفرنشيشن. امتى ابتدى الشكل السنه بتاعي يبان، او امتى ابتدى شكل السنه يحدد؟ في الايرلي بال ستيج، وبعديها في الليت بال ستيج عن طريق تكوين الهارت تيشو، واخر مرحله بتاعتي اللي هي الابوزيشن او الديبوزيشن او التكوين اللي بتحصل بس في الليت بال ستيج، اللي اتفقنا هو الدنتين اول حاجه، وفيما بعد هيبقى الانامل، دي كلها في الليت بال ستيج. سيبكم مع فيديو كده مبسط للتوث فورميشن يلخص الكلام كله اللي احنا قلناه، ونبتدي نبص مع بعض على الفيديو. هسيبكم معاه وبعديها هنتكلم. Then, by shift of the mitotic spindles of the basal cells, the odontogenic epithelium proliferates and then becomes invaginated, forming a U-shaped band known as the primitive epithelial band. This primitive band bifurcates into a primary dental lamina on the inside and a vestibular lamina, which will eventually form the vestibular mucosa on the outside. It is on this dental lamina that the teeth will form. For this to happen, dental placodes will appear, inducing the formation of dental buds. The ectomesenchyme then sends signals that trigger localized cell proliferation. The bud thus turns into a dental cap. This cap is formed around the dental papilla. It is surrounded and protected by the dental follicle. The germ of each deciduous tooth is thus formed with a certain time lag. After this, we reach the bell stage. The tooth germ increases in volume and expands while creating the future enamel dentin junction. Finally, the coronal dentin and enamel of the tooth are progressively formed along the cusp slopes. أشكركم على الجزء الثاني، ونستناكم بقى إن شاء الله في الجزء الثالث هنتكلم فيه على الروت فورميشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.